عامل تكتيك الدنيا ديت للحري هربوط الجزمة وخش انكار يمكن تتشال ومفيش انذار ماتش فيفا واحنا اللعيبة بيلعبوا بينا الحكام دي وسخة والفار دي كدبة كلها مسرحية ابو الصحاب حالف الف حقاب النهاردة الف بكرة وهي ماشي على الله احنا بنختار بيجي ده القضاء الدنيا دي اختبار مسترنا يا سطار ثلاثة يومي اهو ماشي كنت في كل حتة لو بالي عمري ما خدتها في تسالي تزميل الدنيا دي مش ملاهي محدش فاهمني صعبة بس هتشلني بس بقى في نجاح اجري حطيت عيني عالكادري ابو الصحاب حالف الف حقاب النهارده الف بكره وهي ماشي على الله احنا بنختار بيجي ده القضاء الدنيا دي اختبار مسترنا يا سطار الحرية ديمقراطية طلع كلام وخلاص شفافية فاكرنا اغبياء عالم يا ظالم حكوا على مين حكوا على نفسيكم